يلا بينا بقى عشان نشوف الجماعة اللي مستمتعين بوقتهم دول والدنيا معاهم حلوة وهم على باخرة في نص البحر، والكل كان مبسوط وبيغني ويرقص واليوم كان مثالي لأقصى درجات المثالية، لحد ما في واحد شغل مكنة بتسحب حبل صوت قوي جدا وحامي جدا، وهوب حصل اللي محدش كان متوقعه نهائي، وكل اللي هايصين دول ماتوا بسبب حبل الصيد اللي هو قوي جدا لانه كان محوط المكان اللي الناس بترقص فيه، وفات عليهم كلهم واي حد الحبل فات من جنبه قطعوا النصين وبسرعة كبيرة، ولسه معرفوش يقتنعوا برضو انهم ماتوا وما تبقاش منهم غير الطفلة دي لانها قصيرة والحبل ما لمسهاش واسمها كيتي، وبكده هي دي الوحيدة اللي عايشة على ظهر المركب. هنسيبهم بقى ونروح بعد شوية سنين كتير في المستقبل مع مجموعة ناس كان شغلها في الحياة انهم بيبحثوا عن المراكب اللي غرقت او اختفت في البحر، وده عشان يطلعوا منها اي ثروات، وكان معاهم سفينة وراجعين بيها لكن حصل فيها ثقب وتسبب في انها اتملت مية، وده القائد بتاعهم واسمه مورفي وقال لهم لازم نسيبها تغرق لانها لو غرقت واحنا مربوطين فيها هتاخدنا معاها، لكن ايبس ودي واحدة من اعضاء الفريق رفضت تنفذ كلام مورفي لانهم بقالهم 3 شهور بيحاولوا يطلعوا السفينة دي من قاع البحر، ونزلت بسرعة في المية ولحمت الفتحة اللي في السفينة فعرفوا يرجعوا بيها للميناء، ولما باعوها خدوا من وراها مبلغ كويس جدا، فراحوا يحتفلوا مع بعض بكده، وقبل ما يلحقوا يحتفلوا في واحد اسمه جاك دخل عليهم وطلب يكلم مورفي على انفراد، فقال له دول فرقتي ولو حابب تتكلم تقدر تتكلم قدامهم، وجاك قال له انا شغال قائد لطيارات دورية الطقس في منطقة اسمها خليج ماكنزي، والشهر اللي فات وانا هناك شفت المركب دي واقفة وشكلها مهجور ومحتاج مساعدتكم عشان نرجعها وناخد الثروات اللي فيها، وانا مش عاوز غير 20% بس منها، والموضوع بدأ يزغلل في عين الفرقة كاملة وكانوا مبسوطين من العرض وخاصة ان المركب شكلها قيمة جدا، فوافقوا يتحركوا مع جاك لكن هياخد 10% بس من اللي هيلاقوه، فوافق بدون اي تفكير، وتاني يوم اتحركوا المركب بتاعتهم لحد ما وصلوا للمياه الدولية، وفجأة اللي سايق شاف ان السفينة اللي مطلوبة موجودة في الرادار قدامهم، فطلب من مورفي القائد بتاعه يطلع لغرفة القيادة عشان يشوفها، لكن لما مورفي طلع ملقاش حاجة في الرادار والسفينة اختفت نهائي من قدامهم كأنها ما كانتش موجودة اصلا، وبعد لحظات رجعت ظهرت تاني في الرادار ومورفي شافها لكن اختفت تاني، وقبل ما يبدأوا يستغربوا من الظاهرة الغريبة دي اتصدموا بيها في وشهم وكمان هيخبطوا فيها، فشغلوا محركات الرعب بأقصى سرعتها عشان تقلل سرعتهم، وفعلا اصطدموا فيها لكن الاصطدام كان خفيف شوية فمحدش اتأذى منه، ومورفي أول ما شاف اسم الباخرة اتصدم لأن شكلها عظيم، لأنها باخرة عملاقة ومصنوعة بشكل جميل لدرجة إنها كانت تعتبر قصر متحرك، والأهم من كل ده إنه يعرفها وعارف إنها اختفت في سنة 1962، ومحدش من طاقم الباخرة بعت أي نداء استغاثة واختفت كده بدون أي مقدمات، ومن وقتها محدش سمع تاني عنها، ومورفي قال لفرقته إن القانون البحري بيقول إن لو في أي سفينة مختفية وحد لقاها بتكون ملكه، فبكده دي بقت ملكهم خلاص، وبدأوا يطلعوا عليها عشان يبحثوا عن أي حاجة ممكن تنفعهم، وخاصة إنهم عارفين إن المفروض إنها كان عليها كنوز كتير جدا في الوقت اللي اختفت فيه، واول ما دخلوها كانت خليط بين الفخامه والرقي لكن متدمره ومهجوره ومليانه احساس الرعب، وسمعوا صوت غريب فراحوا في اتجاهه لكن لقوها ساعه عاديه شغاله، واول ما قربوا منها رنت بكل قوتها فخافوا لدرجه ان قلبهم وقف من الخض، وده لانهم خايفين اصلا بدون اي حاجه، ولما مشوا من جنبها لعبه الكلمات المتقاطعه اللي جنبهم بدات تتحرك وكتبت اهلا بكم على متن السفينه، ومورفي قال لهم ان السفينه كان عليها 600 شخص ودول كانوا اهم شخصيات في اوروبا وقتها، وصاحبهم اللي مستنيهم تحت بيحاول يتواصل معاهم باللاسلكي لكن الاشاره بتاعتهم اتقطعت من اول ما دخلوا الباخره وما بقاش عارف يتواصل معاهم، وفجاه وهم ماشيين فوق الارضيه اتكسرت من تحت واحد منهم فكان هيقع، لكن ايبس مسكته بسرعه عشان تلحقه لكن اتصدمت من اللي شافته، وهي البنت دي، وطبعا انتوا عارفين ان اسمها كيتي، وكانت واقفه في الدور اللي تحتهم وظهرت لفتره بسيطه جدا واختفت تاني، وطبعا مش هقول لكم ايبس كانت حاسه ايه بعد اللي شافته لانه احساس ما يتقالش بصراحه، لكن ما قالتش لحد على اللي شافته عشان ما حدش يخاف او يقول عليها مجنونه، وقرروا انهم ينزلوا للمركب بتاعتهم يرتاحوا فيها لتاني يوم عشان يبحثوا وهم مزاجهم رايق، ولما نزلوا مورفي بدا يحكي لهم عن سفينه شراعيه اسمها ماري سيليست، كانت ماشيه في البحر بكل سرعتها بدون اي توقف لمده شهرين لحد ما مشيت 6800 كيلومتر في المحيط، ولما الناس طلعت عشان تشوف طاقم المركب ما لقوش فيها حد نهائي، وطبعا وهما بيتكلموا ايبس ما كانتش بتفكر في اي حاجه
حاجة غير في البنت اللي شافتها. وتاني يوم غطسوا تحت الباخرة عشان يشوفوا مدى الضرر اللي فيها، فاكتشفوا ان فيها فتحة هتسبب في انها تغرق، فقرروا انهم يلحموا الجزء المخروم فيها عشان ما تغرقش، والموضوع ده هياخد منهم حوالي 3 ايام. وبدأوا ينقلوا عدة لحمل الباخرة وجهزوا نفسهم لكل حاجة، لكن قبل ما يعملوا حاجة قرروا انهم يستكشفوها بالكامل قبل ما يبدأوا اي شغل فيها. وإبس وهي ماشية شافت حمام السباحة وكان فيه آثار لطلقات فاتصدمت، ونزلت تتأكد فشافت فوارق طلقات فتأكدت ان دي طلقات، وحاولت تطلع بسرعة عشان تقول للفريق بتاعها، لكن اتصدمت بكتف وشها فخافت ووقعت تاني في حمام السباحة، وده تسبب في انها اتصابت في راسها ونزل منها دم، لكن ما شافتوش لان الدم اتسحب في خرم من الاخرام اللي في الارض وبدأ يخرج من خرم تاني. ومورفي دخل لغرفة القبطان عشان يستكشفها، فشاف قدامه كاس عصير تفاح فخده وكان هيشربه، لكن اتصدم لما شاف القبطان في انعكاس المراية قدامه للحظة ورجع اختفى تاني. وطبعا مورفي فكر نفسه بيهلوس ومشي، لكن انعكاس القبطان كان لسه بيبص له. وفي نفس الوقت حمام السباحة بدأ ينزل دم كتير جدا من كل الفتحات مكان الطلقات اللي فيه، لحد ما اتملى دم بالكامل وكمان في ناس ميتة فيه. وطبعا ابس ما شافتش كده لانها كانت خرجت منه خلاص، وراحت مع واحد من الفريق بتاعها عشان تشوف الجزء اللي المايه بتتسرب منه، واول ما فتحت الباب نزل فوقها مياه كتير فوقعتها، ونزل فوقها جثث لناس ميتة كتير جدا، وكمان الباب اللي دخلوا منه اتقفل عليهم عشان ما يعرفوش يخرجوا. ولما خرجت من المايه اتصدمت من اللي شافها وخافت، وقررت انها لازم تنبه الفريق عشان يهربوا من الباخره، لكن ما عرفتش تخرج لان الباب كان مقفول. وفي نفس الوقت في باب تاني اتفتح عشان لما تشوفه تخرج منه، وهي مضطره، وهي فعلا عملت كده ونفذت رغبات العفاريت. وده واحد تاني من الفرقه، وفجاه اكتشف انه واقف في صاله الباخره، ومش هنا المشكله، المشكله انه لقى سجاره حريمي لسه متولعه جديد قدامه وعليها روش حريمي، فشك ان صاحبته هي اللي مولعها وسابها ومشي. وكل ده المغنيه اللي اتقتلت في المركب كانت بتتفرج عليه لان السجاره دي بتاعتها اصلا. والابواب بتتفتح لوحدها في طريق ابس عشان تضطر تمشي منها، وهي فعلا مشيت لحد ما وصلت لمكان فيه عربيات جاكوار وموديلات عتيقه، وده معناه انها تساوي الملايين. وجاك اللي دلهم على كان الباخره فرح جدا، لكن ابس ما اهتمتش بيهم وقالت له احنا لازم نخرج من هنا حالا، لكن قبل ما تخرج شافت الصناديق بتتحرك فلفتت انتباهها فراحت تبص عليها، واتصدمت في البدايه لما لقيتها مليانه فران، لكن اللي تحت الفران نسها صدمتها والناس الميته كمان، وهو مش بقيت تكون نسيت اسمها لانها كانت مليانه سبايك ذهب صافي، بس قطع استمتاعها بالمنظر صوت بيناديها في اللاسلكي وبيقول لها انهم هيتجمدوا في ثلاجه الباخره، فراحت بسرعه عشان تشوف مين اللي محتاج مساعدتها. وفجأة او هي مرعوبه وركبها بتخبط في بعضها لقت اصحابها بيخضوها فقطعت الخلف، ففرحوا قوي فيها، لكن فرحتهم اختفت لما قالت لهم انها لقت ناس كتير اموات على الباخره، وكمان لقت سبايك ذهب في مستودع الحموله. فجمعوا الفريق كامل وراحوا فتحوا باقي الصناديق، وهم مش مصدقين نفسهم انهم بقوا مليارديرات خلاص، وكل ده في لحظه واحده، وعدوا خط الفقر. ولما بداوا يفحصوا الذهب اكتشفوا انه مش مختوم، وده معناه ان في شخص كان عاوز يخفي اي اثر للذهب ده، فعرفوا ان الذهب هو السبب الرئيسي في اختفاء الباخرة، فقرروا انهم ياخدوا الذهب منها ويمشوا كأنهم ما شافوهاش اصلا، وبدأوا يتحركوا بسرعة عشان ينزلوا الذهب للمركب بتاعتهم. لكن في انبوبة غاز اتفتحت فيها وهو محدش واخد باله منها، عشان لما يشغلوا المركب تنفجر. وقبل ما يشغلوا المركبة بلحظات كيتي ظهرت وحاولت تنبههم وقالت لهم ما تشغلوش المركب، لكن محدش شافها غير ابس، وكمان شافت شبح تاني ظهر فجأة وخد كيتي عشان ما تتكلمش. وفعلا المركبة اول ما اشتغلت حصل انفجار قوي جدا اتسبب في انها اتدمرت، وكان عليها 3 من الفريق، واحد بس منهم اللي مات، وكيتي كانت بتراقبهم من فوق وخايفة عليهم. واللي لسه عايشين طلعوا على الباخرة، والفريق اتجمع تاني عشان يشوفوا حل في الكارثة دي، وهم الخوف كان متملك منهم، وقرروا انهم يستخدموا الباخرة عشان يبنوا مركب صغيرة ويرجعوا بها تاني البيت، واتفرقوا عشان يبحثوا عن اي اجزاء ممكن تنفعهم. والاتنين دول لقوا معلبات اكل ففرحوا بيها وبدأوا ياكلوا بنفس قوي، وده لانهم كانوا جعانين اصلا. وابس وهي ماشية لقت كل ابواب الغرف بتتقفل قدامها فخافت، وفجأة الباب اللي هي عنده اتفتح والاتنين دول كانوا لسه بياكلوا، وتقريبا كده كانوا خلاص قربوا يشبعوا، وفجأة شافوا الاكل على حقيقته وكان كله دود، فجابوا كل اللي في بطنهم. وابس دخلت الغرفة اللي اتفتحت قدامها وهي قلبها بقيله حاجة بسيطة ويقف، ولما فتحت الدولاب لقت جثة البنت الصغيرة كيتي متعلقة في وشها فاغمى عليها. وسانتوس رجع تاني للصالة اللي هي مكان الاحتفال
المسلسلات، وفجأة لقى المكان كله بيتغير جنبه وكل حاجة بتتحرك، فخف وكان هيهرب، لكن رجع في كلامه لما المكان رجع لطبيعته تاني وكان شكله جميل وفي ناس كتير حواليه بتسقف له، فبقى خايف لكن مش فاهم حاجة. ومورفي كان قاعد في غرفة القبطان اللي لقاه فجأة بيسحب ازازة عصير التفاح من جنبه وقعد معاه على المكتب كأنهم اتنين اصحاب عادي، وكمان قدم له كاس عشان يبيل ريقه. وسانتوس بدأ يهدى ويطمن لما المغنية قربت منه وخدته عشان يرقص معاها، فقال لها انا عارف ان كل ده خيال بس هستمتع بوقتي معاكي برضو لان انت ميتة، وبكده عمليا مش هكون بخون مراتي. شفتوا التحليل؟ لا انت مقنع، مقنع جدا يعني، وتستاهل اللي يحصل لك. وإيبس لما فاقت خدت العقد اللي في رقبة كيتي، ولما فتحته كان في صورة ابوها وامها، وقبل ما تقفله تاني كيتي ظهرت من وراها وقالت لها لحظة واحدة لاني نفسي اشوفهم قبل ما تقفليها عشان انا ما شفتهمش من سنين. وإيبس كانت خايفة منها لكن كيتي طمنتها انها مش هتأذيها. والقبطان بدأ يحكي لمورفي ازاي الذهب وصل للباخرة بتاعته، وقال له انهم في طريقهم في البحر قابلوا باخرة تانية كانت بتغرق، فانقذوا منها شخص واحد وكان فيها الذهب ده، فنقلوه عندهم. وكيتي قالت لإيبس احنا كلنا محبوسين هنا، واول ما الارواح المطلوبة تكمل الباخرة هتتحرك عشان تروح لمكان تاني. وفجأة المكان بدأ يظهر فيه حاجات غريبة كيتي بس اللي شايفها عشان تخاف وما تتكلمش، لان الارواح مش عايزة كيتي تتكلم، فخافت فعلا وقالت لإيبس انا مش عاوزة اذيكوا زي كل الارواح اللي هنا، وحاولوا تهربوا من هنا بسرعة طالما تقدروا تهربوا منها. وفجأة صرخت بصوت عالي جدا واختفت. ومورفي بعد ما شاف صورة الناجي اللي خرج من الباخرة اللي كان عليها الذهب خاف وقرر انه يجمع الفريق ويهربوا بسرعة من الباخرة، لكن صاحبهم اللي مات بسبب انفجار المركب اتحول لشبح ومحبوس على الباخرة، وقابل مورفي وقال له انا ميت دلوقتي بسببك ومش هسيبك تطلع من هنا غير وانت ميت زيي. والمغنية استدرجت المغفل ده وراها المكان معين في المركب، واول ما حاول يلمسها اكتشف انها شبح ووقع من مكان عالي فنزل ميت. ومورفي كان بيهرب من صاحبه اللي اتحول لشبح لحد ما إيبس شافته، لكن الشبح هيقله انها شبح وعاوزة تقتله، فهجم عليها وحاول يقتلها وكانت بتقاوم معاه لحد ما خلاص كان هيقتلها، لكن جاك ظهر من وراه على اخر لحظة وضربه فاغمى عليه. وبعد كده اللي بقى من الفرقة اجتمعوا وحبسوا مورفي في خزان لانه بقى خطر عليهم. وإيبس ما كانتش موافقة بكده لكن ما عرفتش تساعده بحاجة، وقرروا انهم يصلحوا الباخرة دي بسرعة عشان يعرفوا يتحركوا بيها، ونزلوا يلحموا كل الفتحات اللي بتسرب المياه، وكمان بدأوا يسحبوا المياه اللي فيها بالكامل ورموها في البحر. وإيبس راحت تبحث عن سانتوس لانه المفروض مختفي، لكن شافت كيتي في طريقها ودلتها على مكان صاحبها اللي هي بتبحث عنه، فاتصدمت لما شافته وهو ميت. وكيتي قالت لها تعالي معايا لاني عاوزة اوريكي حاجة، وحطت ايدها عليها فبدأت تشوف كل اللي حصل على الباخرة من اول ما بدأت رحلتها، وكانت باخرة جميلة لكن الطاقم عاوز الحرق، لان كبداية الطباخين حطوا سم فران في الاكل لكل اللي على الباخرة، وده تسبب في موت اول مجموعة. وبعد كده شافت الناس اللي ماتت بالسلك، وكيتي لما كانت لسه عايشة خافت وحاولت تهرب، لكن اتصدمت لانها كل ما تهرب في مكان تلاقي ناس بتقتل الناس، وكان في عصابة منظمة على الباخرة طلع عشان تخلص على كل اللي فيها، وجمعوا كل اللي عايشين عند حمام السباحة وعملوا لهم اعدام جماعي وخلصوا عليهم كلهم مع بعض. وفي اتنين من العصابة دي مسكوا كيتي ودخلوا بها لغرفتها وشنقوها فيها، والعصابة دي كانت بتعمل كل ده عشان الذهب. وبعد ما وصلوا ليه وفرحوا بيه ظهر من وسطهم واحد خاين وشغال مع المغنية وقتلهم كلهم، وهو سعيد انه بكده معاه المغنية والذهب، لكن ملحقش يفرح لانه اول ما خلص مهمته قتلته وراهم وراحت بقى لحبيبها الخفي اللي محدش كان يعرف بوجوده على المركب اصلا، وهي كلها سعادة. لكن هو شاف انها كده خلصت مهمتها على اكمل وجه فخلص عليها لانها ما عادش ليها لازمة، ومسك ايدها فحرقها بختم، وبكده هو يعتبر ختمها بختمه. والشخص ده بقى يبقى جاك اللي دلهم على مكان الباخرة اصلا، وطلع ان هو ده قائد الاشباح وهو المسؤول عن كل ده، وكمان بيجيب زباين للباخرة كل فترة عشان يتسلى بيهم. وإيبس لما شافت كده اتصدمت وراحت بسرعة تنقذ مورفي لان جاك هو اللي حبسه، لكن لما وصلت له كانت متأخرة لان الخزان اللي هو فيه مليان مياه وتسبب في انه مات، وكان ماسك في ايده صورة الناجي الوحيد اللي لما شافه خاف، وكان هو برضو جاك، فراحت بسرعة لصاحبها وقالت له ان جاك جابنا هنا عشان نصلح سفينته وهو اللي بيعمل فينا كل ده ولما نخلص هيقتلنا. وفجأة جاك دخل عليهم فغيرت الكلام عشان ما يحسش انها عرفت حاجة، وصاحبهم اللي بيصلح المركب تحت فجأة في محركات اشتغلت فسحبته فيها ومات في وقتها. وإيبس كانت رايحة ليه عشان تنقذه لكن عرفت انها اتأخرت لما شافت دمه، وجاك حاول يتصرف بطريقة مش لطيفة مع دودج فضربه طلقة بالسلاح اللي معاه، وجاك عمل نفسه ميت، ولما دودج مشي جاك فتح عينه لانه شبح فمش هيموت.
وقبس لغامة المركب بالكامل بقنابلها عشان تفجرها وتغرق وتحرر الأرواح اللي فيها. ودوج راح لها وحاول يقنعها ما تعملش كده عشان ياخدوا الذهب، لكن هي فهمت إن ده جاك وواخد هيئة دوج، فظهر لها على حقيقته. قال لها دوج حاول يقاومني برضه لكن نهايته إنه مات، وإنت هتحصليه لأني بصراحة بحب أجمع الأرواح وإنت روحك عجباني، فأكيد مش هسيبك. ولما بكمل الحمولة بتاعتي ببعت السفينة للإدارة، فبتفرح لو كان فيها أرواح جميلة زيك، ولو السفينة دي اتدمرت الإدارة هتزعل وزعلهم وحش. وقبل ما تدوس على زرار التفجير ضربها، فوقعته من ايدها ونزل عشان يقتلها، لكن طعنته برمح وضربت زرار التفجير بالرمح ففجر السفينة بالكامل. وكان انفجار قوي جدا اتسبب في انها غرقت في وقتها، وكيتي ظهرت قدامها عشان تدلها على الطريق اللي تخرج منه وساعدتها لحد ما خرجت، وكل الارواح كانت بتعوم جنبها واتحررت من السفينة. وكيتي شكرتها وبعد كده اختفت، والسفينة كانت بتغرق وهي الارواح بتطير من حواليها في منظر يعني مش عارف ان كان مرعب ولا جميل، بس كانت الارواح سعيدة يعني انها هربت اخيرا من السفينة. وبعد كده في باخرة شافت ابس فانقذتها، ولما وصلوا اول مينا نزلت والاسعاف خدها، وقبل ما يتقفل عليها باب الاسعاف شافت الذهب بيتنقل في الباخرة اللي انقذتها، وما كانش الذهب لوحده لان جاك دخل معاهم، وبكده شكله هيعمل لنفسه باخرة جديدة.